وفيهم الناس اللي شويه ما يقدرش واحد يتهم ولاد الناس باطل الله وما يستغلش الحراك باش يرد كل الناس ويدير روحه هو النقي هو الزعيم هو اللي قربوا لولاد النبي. ما كانش منها كل القطاعات بما فيها الصحافة البرلمان المنتخبين على المستوى المحلي الولات الشيفان الدائرة كل ميار العدالة الطب كل شيء فيهم وفيهم وعليهم. فيهم اللي خاف ربي هذا ونختلف، فيهم اللي خاف ربي وفيهم اللي ما يخافش ربي، فيهم اللي خاف ربي 1% يكون الوازع الديني يقول اودي نعال بليس ما ديرش هذه، وكان اللي يعفس فوق الفقراء ولا يبالي وعايش لابيل في. اعرف في حياتي اطفال ولدوا بمعالق الذهب في افواههم وعاشوا تعساء، واعرف اطفال ولدوا في الفقر المدقع وعاشوا سعداء. اذا المال ليس وسيله للسعاده، الا كان عندهم المال وحسبوا هذه دنيا الدوم راهم لتحت. ومازال لي الحق يلحق الا من رحم ربك والعداله. لولا العسكر قال لهم باللي نوفر لكم الحمايه بلا كنا نسمعوا معادلات واحده اخرى. اليس المؤسسه العسكريه قالت باللي ساوفر لكم الحمايه القضاة؟ يلا نرجعوا للخطاب. يخاف القاضي، هناك من يفهم هذا، يخاف هنا يصفوا جسديا، هناك من يفهم هذا تدخل في شؤون العداله. يا ودي لو ما اعطاهمش الضمانات يخافوا، انت تقدر تضمن القضاة في افير دي زافير كيما هادو؟ فيهم اللي محلل ما يحرم والله يصفوك. على انتم باللي على كاين ولاد النبي في الجزائر، على ما عصرش بينا 200,000 موتى، معناه باللي البشر هو احنا ما نشعب الله المختار. انما رانا نقولوا نلتزموا بربي. لولا حمايه الجيش لتم تصفيه القضاة، هكذا تشوف انت؟ انا الجيش كون هو اللي اعطاهم الدافع. القضاة باغيين مقبلين على حاجه واعره عمرها ما صرات. ناس يقدروا ينتقموا السي محمد يا ولادهم ينسابهم يا كذا، كيدير يمشي في قضيه في قضيه كما هذه، شكون يحميه؟ كان سيدي ربي تمات، كان اللي يتكل على ربي، كان الانسان ضعيف يقول اودي وكيفاش؟ علاش الجيش لولا ما كانش فيه دافع؟ كان الجيش ما ينطقهاش، علاش سماها باللي اوفر حمايه القضاة؟ باش يقدروا يخدموا خدمتهم، لان المؤسسه العسكريه هي المحور اللي راه يدير عليها كل شيء. تمشوا تجوا تخطبوا ما تخطبوش، تقولوا خلينا منهم ما يدخلوش ديكتاتوريين، تمشوا ليال هاد الخرائط اللي انا باغي نديرها تقدموها لمن؟ الجنون لمن يقدموها؟ ها هما الاحزاب كاع قدموا، ها هما داروا الصياغه البيان قدموه للشعب، وين في ديدو شمران في كلاب دي با، وين يقدموه لمن؟